راكفي راكفي، شو ما عم تسمع يعني؟ بتضلي نايمة بغرفتك كل النهار؟ يلا بسرعة قوم انزلي لهون اتحركي، يعني خلي مفاصلك يتحركوا شوي. إذا بتضلي كسلاني أكيد بتجيبي بنت. إذا بدك شي أنا بساعدك، خلي راكفي ترتاح شوي. لشو؟ أنتي شو دخلك بهالموضوع؟ بعدين منيح إلها تتحرك شوي، ما بينفع تضل متسطحة كل النهار. أنتي خلصتي شغلك؟ حماتي بس أنا راكفي؟ راكفي؟ خير، شو اللي صاير معك؟ أنتي منيحة؟ شو بكي؟ رح تحكي أو ناطرتيني تجيني الجلطة وأنا قاعدة مثلاً؟ حماتي ما هتي عم توجعني شوي، مشان هيك كنت قاعدة عم برتاح بغرفتي. انتي اكيد رحتي على الدكتور، من يومين رحتي لعنده واليوم شفتي كمان، ليش رجعتي رحتي؟ شو قال لك الدكتور؟ حماتي لانه الدكتور ما كان موجود، ما شفنا مشان هيك نحن رجعنا. بس وقت رحتوا من يومين، قصدي وقت رحتوا انتي وجاغان لعند الدكتور، جبتوا أدوية معكم؟ طيب كيف جبتوا أدوية بدون ما تشوفوا الدكتور؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.